فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، إذا كان السلف الصالح يحرصون على الجليس الصالح ويجعلون ذلك في دعائهم مع كثرة الخير في زمانهم وكثرة الأخيار في زمانهم، فكيف بنا نحن في هذا الزمان؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا على الجليس الصالح الذي يزيدنا علما وتقوى وإحسانا. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي السوء. الجليس الصالح خير للإنسان من الوحدة، والوحدة خير للإنسان من جليس السوء. والله أن تكون وحدك ولو مع شياه على رأس جبل خير لك من أن تجالس جليس السوء.